لله والحمد لله. كيفكم يا جماعة؟ أخباركم كلها تمام؟ قبل ما نبلش كاتولنا هاللايكات كاتولنا هالتعليقات، يعني كل واحد منكم حط له كم تعليق، ثلاثة أربعة بدكم إياه. كل واحد منكم في حط تعليق واحد، بس ما أنتم بالبيت تسمع الله عليكم، يعني في عندكم كذا شخص، تليفون أمك، تليفون بيك، تليفون خيك، تليفون ستك، جدك، فيكم طبعا خلي تليفون لايك زيادة، يعني بدل اللايك بصير عندنا لايكين. يلا دعمونا شوي باللايكات بالتعليقات ليطلع شوي الفيديو، واللي مش عامل سبسكرايب يعمل لنا سبسكرايب زيادة، مش هتخسروا شيء، والله مش هتخسروا شيء، كبسة السبسكرايب ما بتكلف يا جماعة. طيب بلا طول سيرة خلينا نبلش. شو ما نبلش؟ نبلش بالحلقة تبع اليوم. اليوم حلقتنا تحكي عن أكلة. أكلة بعد شوي الأقاويل بتقول إنه هي جاية من بلدين، مش حاعطي كثير معلومات، أوكي؟ خلينا نمشي ستيب باي ستيب. أكلتنا اليوم هي أكلة مع قصة. جاي من بلدين، هي بلد ام بلد حدا اخذ الاكل من حدا، خلص فهمتوا علي شو عم بحكي. المهم اكلتنا اليوم جايه من تركيا ولبنان، كيف؟ رح تعرفوا معي خلال الفيديو. هي حسب الاقاويل بيقولوا اصلها تركيه واللبنانيه سرقينها، شو رايكم انتو؟ نحن سرقين؟ طيب يا جماعه اخبرتهم الخبريه، نحن عم نطبخ هيك تمام؟ اخذ كثير من وقتكم ونسرق شوي الفيديو اكثر. اللي حابب يعرف شو هي هالأكلة الغريبة الجديدة، أو لا ما هي لا غريبة ولا جديدة، هي قديمة عمرها يمكن من الحرب العالمية، أوكي هي 100% كثير قديمة الأكلة، بس البعض مفكرينها لبنانية والبعض مفكرينها تركية، ما حدا عم فهمان شو القصة الحقيقية تبع هيدي الأكلة. أنا اليوم رح أخبركم القصة المتداولة، مش حنحكي اكثر، خلينا نبلش. اولا انه طبختنا اليوم قديمه، بيرجع تاريخها لايام الحرب العالميه، ايام البشوات يا جماعه. طبختنا اليوم بدنا كفته، هلا هي المشكله الكميه، انا حطيت هيك كميه صغيره بس تعرفوا شو عم بعمل. بدنا نستعمل اليوم كفته للطبخه، رح نكعزلها، فبنرجع نخبركم القصه. طبختنا اليوم كانت قديمة جدا. نحن اليوم عم نطبخ يا جماعة طبخة اسمها داوود باشا. شو قصة داوود باشا وهيدي الطبخة بالذات؟ بدنا نعمل كعزيز الكفتة بهالطريقة. ما بيعرف شو هي الكفتة، الكفتة هي عبارة عن بقدونس وبصل ولحمة مخلوطين مع بعض. فداوود باشا كان يحب هالأكل كتير. هاي عدمة الراوي، مش أنا، من عند الخبرية. كان يحبها كتير وما حدا يعرف يطبخ له اياها. خلينا نشيل هيدا العجان ونرجع نكفي. البصل جوانح لإله، انا مقطعهم تحت الكاميرا تمام، ناخذ كتير وقت اليوم، كتير عم بلف بالخبرية بعرف. طيب لما طول كتير عليكم بالخبرية، كون واحد لبناني هيك مزوق نفسه طيب بالاكل اجا وطبخ له اياها وعجبته الطبخة، فاكرمه داوود باشا. من وقتها صارت اسمها هيدي الطبخة داوود باشا. هيدي هي القصة، مش حطولها كتير. قلت لكم مش حطولها. طيب بدنا بطاطا مكعبات، مش حطول كتير عليكم، عرضت تقريبا كل مكونات الطبخة، بعد في شوية زيادة تقلوا معي على النار تتشوفوا شو حعمل فيها، ونرجع نحكي أكتر عن داوود باشا. وهيدا زيت مرحومة معنا، ننزل البطاطا المقطعة بالوقت. رح نمسك البطاطا التذكرة ونعمل شي تاني بهالوقت، يلا خليكم معي. بطنجرة تانية يا جماعة بدنا نحط بقلبها زيت نباتي. بدنا نقلل البصل، بصل الجوانح، نرطبه مثل ما كنا عم نحكي بالخبرية انه في كذا فيرجن او كذا نسخة لهالطبخة، بس الطبخ النسخة اللي عجبته اكثر شيء لداوود باشا بوقتها هي النسخة اللبنانية او الشيف اللبناني اللي طبخ له اياها. ف بالمبدا يمكن صايبين 80% من الطبخة الاساسية اللي هي انا ما بعرف شو هي. منيحة هيدي. طيب لكن مثل ما قلت لكم هيدي الطبخة قديمة، نحن عم نطبخها مرة تانية، في كتير عالم ما بتعرف بوجودها، ما بتعرف شيء اسمه داوود باشا،
او بيعرفوا شيء بيشبهها. ورجع بالكم في عندكم كذا طريقه لتوت باشا، هاي الطريقه من الطرق اذا بدكم هيدا طريقتي او طريقه الشرجوج. طيب هلا حمي معنا الزيت، بننزل البصلات بنقلبهم تاخذوا لون. هلا انتم سامعين شيء بالخلفيه صوت، هذا صوت الزيت عم بيقلو، عم نقلي فيه البطاطا. رح خليهم يتأمروا ويتحمروا وبرجع لكم. يلا بعد بيقول لي انه انت مكتر بصل يا شيف، تمام البصل رح يدوب معكم على النار. هي واحد اثنين، هيدا الاكل طيبة البصل. اوكي عندكم بقلب الكفتة في بصل، في بهارات، في ملح، ما اختلفنا، بس طيب مع البصل. بلشوا يقبلوا معنا البصلات مثل ما شايفين. رح نحط رشه بهارات على الخفيف، اهم شيء على الخفيف. ليش؟ تمام يصير عندنا اوفر بهارات، ما يصير عندنا بهارات كثيره بقى بالطبخه. هيدي هون النقطه مثل ما بحكي لكم عاده، بترجع لكل واحد بوحده هو شو بحب، بس اذا بدكم تعملوها عدل للطبخه ما بدكم تكتروا بهارات للبصل. يعني رشه قرفه مثل ما شايفين ورشه جوزة الطيب، لا اكثر ولا اقل كبهارات عم نحكي، ورشه ملح. يلا خلونا نكفي حالكم البعض ورجع لكم. يلا هيك بلا ارجع لكم، شيلوها من المونتاج. شفتوا هون البصل كيف بلش ياخذ لون معنا يا جماعه؟ اذا مش شايفين خبروني. اوكي هلا شو بدنا نعمل؟ تتذكروا الكفته؟ بدنا ننزلها فوق. حطينا الكفتة فوق البصلات، نغطيها ورجع تسيس تو معنا الكفتة مضبوط. نشيل البطاطات، ما تنسوا البطاطات، انا بفاجئكم بحشيهم من الزيت بس بده يكونوا مستويين مقمرين حلوين. ورجع لكم يلا. طيب يا جماعة شفتوا الكفتة كيف عملت معنا هون؟ بدبق ميتها اجباري، اللحمة فيها مي بالنهاية، فشايفين هيدي المي، انا ما حطيت مي، بعدنا هون عملت الكفتة. من الحركة ما تستوي معنا مظبوط نرجع نكفي طبختنا. هيدا سر من الاسرار، يمكن الشيف اللي كان عم بيعمل لها الطبخة لداوود باشا استعملها. فنرجع لأسرة تسمية الطبخة. سمي داوود باشا عاصم داوود باشا اللي كان مغروم بهالأكلة وما حدا كان يعرف يطبخ اياها، خبرنا كان الخبرية. أصولا هون ضاعت دعت الخبرية بالأصول، إذا هي تركية أو لبنانية. فبما أنه هي داوود باشا كان بيكلها بتركيا وما بيحبها، أجا على لبنان عمل له إياها شيف لبناني، ف بتطلع تركية أو لبنانية. أنا بقول لكم هيدي أصلها تركي وإنتاج لبناني. شو رأيكم؟ حطوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهذا الموضوع، إذا هيدي تركية أو لبنانية، وإذا مزبوط أصلها تركي وإنتاج لبناني. يلا هون البصل اخذ لون معنا، الكفته عم تستوي معنا، المرقه شايفين كيف طالع لونها؟ هيدي على لون من لون البصل اخذته. كان هون النكهه، نكهه البصل المقلق عم تشتغل معنا الكفته. هون شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط ملعقه دبس البندوره او رب البندوره للطبخه. ما تكبروها كثير للمعلقه، معلقه قهوه ما علمتها. هيك عم يطلعوا هون، كل واحد قديش بحب البندوره بالطبخ. انا ما كثير بحبها، يعني مش ما كثير بحبها، يعني بس انه تطلع عدله مش انه تطلع كثير حمراء. هون بدنا نقليها مظبوط مع، بدنا نقلي الرب مع الكفته. ايه تقلوا الرب، كثير عالم بحطوا رب بس بالمي وبينزلوه بقلب الطبخه. هيدي الطريقه مش غلط، بس هيدي الطريقه بتعطيكم نكهه اكثر. Thank you.
هلا الكفته بلشت تستوي معنا هون، البطاطا قلت معنا، قلت انقلت معنا، صارت جاهزه البطاطا محشيه جاهزه وطيبه. هلا بنركب فوق اللحم البطاطا ونحركهم شوي فياخذوا بعضهم، وبننزل فوقهم كباية أو كبايتين مي بطريقة ما تطلع ميتها كتير كبيرة كتير ولا كتير قليلة. هلا بالنسبة للكميات ما حدا يسألني عن كميات وقديش المقادير يا جماعة، هاي الطبخة بالذات كل واحد وقديش بحب اللحمة بالطبخ وقديش بحب البطاطا بالطبخ هو بيعدلهم على ذوقه. أوكي؟ بما إنه اسمها ذوق باشا ورز يعني اللحمة لازم تكون فيها بعتقد أكثر من البطاطا. رزات مش هعملكم اياهم على الكاميرا، هحطهم تحت الكاميرا بتشوفوني كيف حاسكمهم اخر شيء. تقريبا الكمية اللي عم بستعملها اليوم انا ما بدي اكتر من كبايتين مي تقريبا. شايفين كيف عم تغلي معنا الطبخة هون، انتو بتعدوها حسب ما انتو بدكم، هو كل واحد اللي بحبه معقدة الطبخة او مختفة في منهم هيك بيقولوا. رح اعمل الزيت اسكبه وارجع لكم. الطبخة صارت جاهزة، يلا الى السكب. يلا صحن اليوم فعنا مثل بيقول لسانتي ست، في مثل فرنسي بيقول لسانتي ستين في لابوتين. خلص يكون هيك شوي سمبل او هيك بسيط، ترجمته بالعربي يعني البساطة بتعمل الجمال. عملنا شوية فليفلة طريقة اوريجينال، حطينا بقلبهم الطبيخ، قدمنا الرز على جنب، رشة بابريكا بالنص. هيدي التفاصيل كلها رح تشوفوها بشورت رح ينزل من بعد الفيديو. تفاصيل تركيبة الصحن رح تشوفوها بشورت او بفيديو قصير من بعد ما ينزل الفيديو. طيب خلونا نحكي اكتر عن الفيديو. طبعا اليوم كان اسمه داود باشا، عرفتوا الخبرية. انتو احكموا اذا كانت الاكلة لبنانية تركية او مشتركة. مشتركة جديدة علي. طيب عشان ما اكون زهقتكم هذه الخبرية، بس انه هيدي الخبرية المتداولة بدكم عيدوا؟ لا خلاص بلاها، بدو يرجع يسمع يرجع يحضر الفيديو. طيب لكن اليوم عندنا داود باشا ورز. انا الكفتة كانت عندي اياها جاهزة، هي الكفتة للي ما بيعرف عبارة عن لحمة مفرومة ناعمة مع بقدونس بصل، فيها شوية سبع بهارات شوية جوز الطيب وشوية ملح مطيبات للحمة والهيدا. فيكم تاكلوها نية، فيكم تاكلوها مطبوخة، في كذا صحن بينعمل بالكفتة. اليوم عملنا داود باشا بالكفتة على الطريقة اللبنانية إذا بدكم. حطينا معها بصل جناح متقلب مزبوط مع شوية سبع بهارات شوية بطاطا. هون الكميات انتو بتتحكموا فيها مثل ما انتو بتحبوا الطبخة. بتعرفوا العالم بحبوا الرب كتير بالطبخة، بحبوا الصوص كتير او قليل، كل واحد ترجع له هو شو بيحب بيعمل. وما تنسوا الملح والبهارات اكيد على ذوقكم. ان شاء الله يكون هذا الفيديو على ذوقكم. حطوا لنا بالتعليقات شو رايكم بهذا الفيديو، شو رايكم بهذا الستايل الجديد من الفيديوهات. كل طبخة لها حكاية، وإذا في عندكم شي حكاية أو شي طبخة خبرونا إياها لنصدها بين الفيديوهات الجاية. يلا سلامات، ما عمركم ما تنسوا لايكات كتير كومنتات كتير. يلا بنشوفكم، باي.